كان ذلك مذهلا. واو فتيات. يسعدنا أن أداءنا أعجبك هكذا، ولكن أين الجميع؟ هم؟ نعم، كان يجب أن يأتي الجميع إلى أدائنا. كل هذا بسبب باربي. بسبب من؟ باربي الجديدات كيسي وإيليس. من تلك الباربي؟ إنهما تلك الفتاتان اللاتي تملكان برنامج مشهور عند المراهقين. لماذا لم يأتي إلينا أحد بسببهما؟ الجميع يشاهد برنامجهما؟ لا، لقد انتقلتا إلى مدرستنا. ماذا؟ أنا شاهدتها 100,000 مرة. أنتما رائعتان جدا. نعم نحن نعرف. هل أتيتما إلينا لتصوير برنامجكما؟ كلا، سندرس الآن في هذه المدرسة. واو هذا رائع جدا. هل لديكما أصدقاء؟ نيت، حتى وإن لم يكن لديهما فلن تختارانك في أي حال. حسنا، حان وقت الدرس. لا، هل يمكنني أن أطرح عليكم المزيد من الأسئلة؟ القليل فقط. أريد صورة. أي حسناً، لديكم 5 دقائق. ابتسمة. هذا هو الأمر، والآن الجميع يركضون خلف باربي. يا للهول، ليس لديهم الحق في أخذ شهرتنا. نعم، نحن الفتيات الأكثر في المدرسة. أجل، ربما قد نصبح صديقات. أشك في ذلك، انظرنا ماذا كتبنا في حسابهم على إنستغرام. وأخيرا أصبحتا هناك في مدرسة تيمتين فتاتان جميلتان حقا. ليس مثل تلك المزعجات من براتس. حقا؟ يا لهما من سيئتان. انظرن، يبدو أن هذا صندوقهما. أعتقد أنني أعرف ماذا سنفعل. أنت مذهلة. أجل جوين، هكذا يدك. أجل، الصور رائعة جدا. والآن أنا. ماذا تفعلنا هنا؟ نلتقط الصور. انظري ماذا فعلنا بصندوقنا. هل جننتن؟ لا يا عزيزاتي، بل أنتما من جئتما عندما قررت الانتقال من مدرستنا. نحن الأفضل هنا، ونحن ندعم الفردية، ولسنا بحاجة إلى جميلتين متشابهتين مثلكما. كنت أعرف أنكن ستحسدننا. هل تردن الحرب؟ إذن سنقيم من أجلكن. ماذا ستفعلان يا فاشلتان؟ انسي أمرهما يا إيفا، لنواصل التصوير. واحد، 2، 3، صور رائعة. سمعت أن كين قد أتى إلى المدرسة؟ تمزحين؟ كين حقيقي، إذن سيكون معنا بالتأكيد. أوه، ماذا معكما؟ لقد سئم الناس من أمثالكما. أجل. يا إلهي، لقد نسيت كتابي. مرحبا. هل أردت المرور؟ تفضلي. أنا؟ لا، لقد نسيت لماذا قمت. حسنا. يا للهول، هل رأيتن كم هو رائع؟ نعم. أوه، أنت هنا أيضا، مذهل. نعم، يبدو أننا ندرس في نفس الفصل. نعم. هاي، هل تعرفين الطالب الجديد؟ نعم، هو كين، واسمه كريس، وهو خطيبي المستقبلي. لماذا هو لك؟ إنه يعجبني أيضاً. وأنا أيضاً. لا تستطيعان أخذه، لقد التقيت به أولاً. ولن تستطيعي أمرنا. فليختار كريس بنفسه. موافقة، ولكن إن اعترف لأحد فعليهما إخبار الآخرين بذلك. اتفقنا. أوبا، يبدو أن برات ستعاني جدا بسبب الشهر. لتتشاجر تلك الحمقاوات، في النهاية سيكون معنا. كان ذلك غير متوقع أنك دعوتني. لماذا؟ أنت أجمل فتاة في المدرسة، لم أستطع تجاهلك. كوين، لماذا أنت هنا؟ زاك، ارحل، ألا ترى أنني مشغولة؟ معه؟ نعم، ارحل ولا تزعجني. حسنا. خطيبك؟ من؟ زاك؟ لا، هو صديق مجموعة الفتيات. حولك الكثير من الناس، حتى أنني بدأت أغار. إن
الصندوق رائع بالفعل. أفضل من التي عند باربي بالتأكيد. من المؤكد أني أنا وكريس سنبدو رائعين في الداخل. هاي ماذا تفعلان؟ باي، ألا أستطيع أن أحلم؟ أوه، لديكن اجتماع. لماذا جوين غائبة؟ نحن جالسات فحسب. قالت جوين أنا لديها أمور. أجل الحوار مع الفتاة الجديدة أمر مهم جدا. ماذا تقصد؟ هل هي مع كريس؟ أجل، ظننت كنا تعرفن. يا لها من مخادعة، لقد اتفقنا على الإخبار بكل شيء. يجب أن نتحدث معها. نعم كيتي، لماذا أنت صامتة؟ آسفة لم أسمع عما تتحدثان. جوين قابلت سيران كريس، يجب أن نتحدث معها. نعم بالتأكيد، ولكن لاحقا يجب علي الذهاب الآن. يا للهول، ماذا كان ذلك الآن؟ رائع أنك دعوتني لممارسة الرياضة. نعم أنا من عشاق اليوغا، خاصة إن توجد شخص معك سيكون الأمر أروع. شكرا على الكلام الطيب. أنا أقول الحقيقة. حسنا لنبدأ. أوه، أرى أنك قررت البدء من الأصعب. الأصعب؟ إنها من أسهل الوضعيات. نعم طبعا كنت أمزح فحسب. أنت ظريف. حسنا هيا بنا. هل أنت بخير؟ نعم نعم نعم، فقط لم أتدرب منذ فترة. كريس هل أنت هنا؟ كنا نبحث عنك أنت. أردنا دعوتك في نزهة مع أشهر فتاتين في المدرسة كلها. تصور مدى حظك. شكرا على العرض، لكن أنا مشغول. معها؟ نعم، وسأكون ممتنا جدا إن لم تزعجانا. نعم نعم، ارحلا من هنا، كريس غير مهتم بكما. كما تشاء. هيا اصرخنا علي، كم جوين سيئة، ذهبت لمقابلة كريس ولم تخبرنا بذلك أبدا. هوي أنا لم أعد أهتم. قال كريس إنه من خلالك أريد معرفة المزيد عني. ماذا سمعتم؟ طلب مني كريس الخروج معه وقال أنني أنا فتاة أحلامه. هل تمزحين؟ كنا في درس اليوغا معا. أنت تكذبين، إنه يكره اليوغا. وما هذا إذن؟ إذن هذا هو الأمر الذي كنت مستعجلة إليه. لماذا تظنين أن كريس يكره اليوغا؟ ذهبت معه إلى السينما وقال ذلك بنفسه. هل جرنتن؟ هل كنتن سراً مع كريس خاصتي؟ إنه ليس لك. يا لكن من كاذبات. وأنت كذلك، فأنت من بدأ أولاً. بالضبط، لقد اتصل بي أولاً وأنتن حسدتنني ولذلك ذهبتن إليه. هل تسمعين نفسك؟ كريس دعاك إلى المقهى لأنه أشفق عليك فحسب، فأنت الأقل جمالاً منا. هكذا إذن، وداعاً. يا لكن من منافقات. وأنت كذلك. هل سمعتم؟ هل سمعتم؟ ماذا حدث؟ البراتس تشاجرن. يا للهول، مع من؟ بين بعضهن. حقا؟ لم يتشاجرا قط. نعم هذا شعارهن. أنت متأكدة؟ سمعت ذلك بنفسي، لقد تشاجرا بسبب فتى. يا لها من كارثة، الآن لن تصبحن مشهورات بالتأكيد. قوة البراتس في مجموعتهن. نعم لكن باربي لا تتشاجر أبدا. على الرغم من أنهما متكبرتان إلا أنهما لا تتشاجران. صحيح، كل شيء واضح هنا. موافق. الجميع يناقش شجار براس. هن فشلات. صحيح. ماذا؟ باربي مع كريس؟ كانت هذه خطة رائعة جداً. أنت لست عديم الفائدة كما تبدو. بالطبع، دمرت صداقتهم الطويلة في يوم واحد. والآن نحن الفتيات الأشهر في المدرسة. تحية باربي. تحية باربي. تحية باربي. هل ستعرضني في برنامجكم الآن؟ يعني تعبت من كوني مجرد عامل. سنفكر في الأمر، لا تستحق بعد. قمت بالمطلوب بكفاءة، قضيت اليوم أركض بين فتاة براتس، لقد تشاجرن، وعدتماني بالبرنامج. نحن بحيرة للتخلص منهن نهائيا، لكي يكرهن بعضهن البعض. يا للهول، يجب أن أخبر الفتاة في الحال.
هذا الصندوق يغضبني. جوين توقفي، جيد أني وجدتك أين الجميع؟ لا أعرف، نحن لا نتواصل. خطأ، كل هذا من أفعال باربي. قل أيضا أنه ما أجبرتا الفتيات على تصرفك المخادعات. نعم تقريبا، باختصار كريس هو من خطتهما. ماذا؟ يعمل كمصور في برنامجهما، وباربي أقنعته بالذهاب إليكن لتتشاجر. يا لهن من مخادعات وردية، يجب أن نجتمع برات. ألو كيتي، اجمعي الجميع. حسناً، ها هو لقاؤنا ثاني. أنا سعيدة للغاية. أتتصور لقد قالت الفتيات أنك التقيت بهن أيضاً. يا لهن من حقودات. أجل كاذبات. حسناً، أنت تطلب بينما سأعد في شكلي. نعم. كريك، أنا سعيدة برؤيتك. جوين، أنا سعيد أيضاً. أحب اللقاءات المفاجئة، سأذهب ليحضر لنا مشروبين. يا للهول، سترى إيفا وتكتشفان الأمر. أوي آسفة. كريس، هذا أنت. كيتي، مرحبا. لماذا أنت لوحدك في المقهى؟ لم تقولي أنك مشغولة. صحيح، لدي درس إضافي وسأذهب إليه الآن. رائع، الأفضل ألا تتأخري. اذهبي، أنت محق، أراك مساء. تخلصت من مشكلة واحدة. كريس، مرحبا. يا للهول، واحدة أخرى. مرحبا تينا. كنت أريد الكتابة لك ودعوتك إلى المطعم، ولكنك هنا بالفعل. يبدو هذا القدر مذهل. هزل القدر. لقد عدت. لم أفهم، هل أتيت إلى صديقي مرة أخرى؟ ها هي المشروبات. لماذا أنتما حول كيسي؟ أنا مجنونة تماما، لقد نسيت هاتفي هنا. لماذا أنتن بجانب الفتى؟ هل تريدن شجارة؟ إنه ملكي أنا. بل إنه لي. كلا لي، بل أنا. أنا في ورطة. كريس أجب. ماذا؟ هل كنت تلتقي بنا جميعا في نفس الوقت؟ كيف أقول أنه؟ نعم. يا لك من مخادع. بسببك تشاجرنا. هل تعرف ماذا نفعل مع أمثالك؟ لم أتعمد ذلك، أجبرت باربي على ذلك، صدقني. وأخيرا اعترف. ماذا؟ تعرفن؟ لدينا آذان في كل مكان. أرجوكن سامحنني، لم أريد أن تتشاجرن. باربي استغلتاني، تفعلني ذلك دائما. ماذا سنفعل يا فتيات؟ هل نسامحه؟ لا أهتم في النهاية، هذه فكرة باربي، يجب أن نلقنهما درسا وليس لكريس. موافقة، افرح أن الأمر على خير، ولا تنخدع باستفزازك باربي بعد الآن. أين هذا كريس؟ لا أعرفه، لقد اختفى هذا الغبي مرة أخرى. إذن براتس تصالحنا مرة أخرى. نعم، إنهن الأشهر مرة أخرى. ماذا؟ هل تصالحت براتس؟ عن ماذا تتحدثون؟ استيقظت الماكرتان. ماذا؟ هل جننت؟ ماذا؟ ألا يقول الحقيقة أنتما ماكرتان؟ نحن أشهر فتاتان في المدرسة. لا، كشفت براتس على حقيقتهما. دفعتما المسكين كريس لتفرقتهم. أنا لا يريد أحد أن يتحدث إليكما. هل سمعتي؟ أنا مصدومة، هذا الغبي أخبر عنا. نحن بحاجة إلى خطة جديدة. موافقة، لا نستطيع أن نخسر أمام براتس. أهي؟ أتعرف إحداكن لماذا استدعونا إلى هنا؟ يهمني أكثر من دعانا. مرحبا براتس. ماذا تفعلان هنا؟ هل دعاها المجهول إلى هنا أيضا؟ في الواقع نحن من أرسلت لكن تلك الرسائل. حسناً يا فتيات، لنرحل من هنا، إنها خطة أخرى شريرة من باربي. توقفنا توقفنا، نحن بحاجة للتحدث. إذا تحدثتما أنتما الاثنان ونحن سنرحل. انتظرنا لحظة، نريد أن نتصالح. التصالح؟ والاعتذار، ما كان يجب أن نرسل كريس إليكن. أوه، هذا مفاجئ. لقد اعتدنا أن نكون في المركز الأول في كل مكان، وفي هذه المدرسة الجامعة يحبكنا، لذلك غضبنا.
كان ذلك غباوة. كان ينبغي أن نصبح أصدقاء. نريد إصلاح ذلك. هل ستسمح لنا؟ لا أعرف حتى. كان تصرفكما سيئا، لذلك نحن نشك فقد تكون هذه خدعة أخرى. نستطيع إثبات ذلك. سنقيم تعاون بيننا وسنصور واحدة منكنا في عرضنا. ومن هي؟ تينا. أنا؟ رائع، لقد حلمت دائما بأن أكون في البرنامج. الأحلام تتحقق. ماذا ستقول؟ سنقوم بتصوير كل شيء عن حياة تينا، وبين أنكن جزء منها فسنصوركن أيضا. ماذا ستقول؟ نحن موافقات. رائع، عظيم، سنبدأ غدا. متأكدة أن هذا العرض فكرة جيدة. متأكدة. لا تتدخل. لو لم نكشفنا لما اضطررنا للتصالح مع براتس. هذا ليس خطأي، عرفنا بذلك قبلا وأردنا التحقق مني. أي اصمت أخيرا، وكنت سعيدا لأننا لم نتردك. كما تشاءان. مرحبا. أي تينا. أوه أنتما سعيدتان. بالطبع، فأنت نجمتنا الآن. نعم، ونحن صديقتنا الآن. لنبدأ الآن. لست مستعدة. تبدين رائعة كريس. صور. مرحبا بالجميع، وهذا برنامجكم المفضل باربي والمراهقين، ونجمتنا الجديدة تينا. مرحبا بالجميع، أنا تينا، الفتاة الأكثر أناقة في هذه المدرسة، واليوم سترون كيف سأقضي يومي مع أصدقائي برات. لنذهب. نحن في المتجر، هنا اجتمعت جميع أعضاء برات. مرحبا. حسناً، سأساعد تينا. لحظة، إيفا لماذا تتدخلين؟ ها؟ ما الأمر؟ أعتقدت أن الفتيات سيتحدثن أيضاً. بالطبع سيتحدثن، سنقوم بإجراء مقابلة معهن. ولكن أنت نجمة هذه الحلقة، تفضلي. هيا. لقد جئنا إلى المتجر لاختيار ملابس لي للحفلة، وستساعدانني فتيات في هذا. بالطبع. لقد جمعنا لها شيئاً بالفعل. واو، هذا رائع، وأيضاً بألواني المفضلة. هاي تينا، ربما ستجربين هذا أولاً. هذه الملابس تبدو أروع. واو، يبدو رائعاً حقاً. إذن قومي بتجربته. راهب يا فتيات، ذوقكن. تينا محظوظة لأننا اخترنا لها ملابس جيدة. هل سمعتن كم هي مزعجة؟ يا إلهي، إن الباربي جنت تماماً. نحن في المقهى، أتسأل ماذا ستأكل نجمتنا تينا؟ أظن أن صديقاتي سيخترن لي طعامي المفضل. البرجر المفضل لدي. لقد أخذنا لكريس أيضاً لأنكما رفضتما. نحن نتبع النظام غذائياً. حسناً، لنأكل. كريس كل أيضاً. هاي، أنت في العمل الآن، ستأكل لاحقاً. لسوء الحظ علينا الذهاب إلى مكان آخر للتصوير. ماذا؟ أنا لم أكل بعد أي شيء. ستأكلين، لقد أعددنا لك الطعام. انظري. واو، فاكهة. وجبة خفيفة وصحية للغاية، يمكنك أكله في الطريق حتى. لنذهب. طعام رهيب فعلاً. ماذا؟ تناول البرجر فوق، ستصبحون سمينات. يا للهول، يا لها من سمينة، أنا لم أستلطفها منذ البداية. لماذا تقوم بتصويرنا؟ خلف الكواليس. ألم تتعب؟ يبدو أن باربي لا تعطيك فترة للراحة أبداً. نعم، مشكلة، اعتدت بالفعل. وأخيراً، لقد تعبنا من انتظاركما. لماذا أنتما بدون ميكروفون؟ لماذا نحتاجها؟ كيف لماذا؟ لقد قلتما بنفسكما ستجريان مقابلة معنا. وهي ليس لدينا الكثير من الوقت. لكنكما قلتما. اسمعاني، لا أحد يهتم بكن. إن وجدنا وقتاً فقد نقوم بتصويركن. أنا مصدومة، كيف نستطيع تحمل معاملة كهذه؟ أريد أن أضربها. أتفق معك كريس. ها هوي، قادم. حقا، باربي سيئة لهذه الدرجة؟
نعم، خصوصا كاسي. لم تقرر تصوير تينا في البرنامج للتصالح معكن. بالضبط، لا أفهم لما تتصرفان بهذه الطريقة. لأن هذا السلوك ببساطة في دمائهما. أو هذه خدعة جديدة. إذن يجب أن نخبر تينا. هل تظنين ذلك؟ لطالما حلمت تينا بالتمثيل في البرنامج حتى يلاحظها الجميع. وبالإضافة يجب أن لا ننسى مع من هي. أظن أنها ستحزن. لا أريد أن ترحل تينا مع البرنامج أيضا، لأنه حيث حلمها لن يتحقق. ربما ستخبرنا بالحقيقة وهي ستقرر بنفسها. زاك على حق. في ماذا محق؟ لماذا أنتما صامتات؟ هل كنتن تناقشنني؟ نعم، وتحديدا صديقاتك الجديدات باربي. إنهما رائعتان، أصبحتا لطيفتين. لا يا تينا، لم تصبحا. ماذا تقصدين؟ إنهما لطيفتان معك فقط ووقحت معنا، وقالتا أن ذوقنا في الملابس سيء وأن البرجر أكل رهيب. بخصوص البرجر، هما محقتان حقا، يجب أن نقلل من أكله. هل أنت جادة الآن؟ هما تسيئان إلينا. أنتما تنفعلن بسرعة فحسب. أنا متأكدة من أنهما ستفهمان كل شيء. نعم، ولكن لن تكون هناك مقابلة، ولأني برأي باربي لا أحد يهتم بنا. لقد فهمت كل شيء. أنتن فقط تحسدنني لأنه يتم تصويري وأنتن لا. هل فقدت عقلك؟ نحن سعداء من أجلك، ولكن الباربي مخادعتان حقا. يكفي، لا أريد الاستماع إلى أي شيء، لدي مقابلة. يا لها من محادثة. يا للهول. حسنا يا كريس، هل المقابلة جاهزة؟ بالطبع، أنجز عملي في الوقت المحدد. والأهم من ذلك أن تفعل كل شيء صحيح. إذا قمت بخطأ بسيط ستضربني. سنطردك. مرحبا، أنا آسفة على التأخير. تين، هلا تقلق. الشيء الرئيسي أننا أجرينا المقابلة جيدا. أجل تينا، ما خطب مزاجك؟ هل حصل شيء ما؟ لقد تشاجرت مع الفتيات. بالفعل؟ كيف ذلك؟ كما فهمت فهن يغرن مني ويقولن أشياء سيئة عنكما. تينا، نشعر بالأسف الشديد عليك. لنكن صادقين، فهمنا ذلك منذ وقت طويل، لكننا لا نرغب في إحزانك. ماذا تقصدين؟ هل قلنا ذلك لكما؟ سترين كل شيء بنفسك الآن. كريس، شغل. فتيات، أنتن صديقات تينا منذ فترة طويلة، ماذا تستطيعن القول عنها؟ كم هي مزعجة. يا للهول، ولكنها صديقاتكن. كيتي، ماذا ستقولين؟ أنا لم أستلطفها منذ البداية. حسنا، بالمناسبة تينا قامت بشراء الملابس التي اخترناها نحن وإليس، ليس ملابسكم. هل حزنتن؟ يا للهول، كم هي سيئة. سمعت أنكن تعتبرن تينا مزعجة للغاية، هل هذا صحيح؟ هل يزعجكن التواصل معها أو أنكم تحبونها؟ كيف نستطيع تحمل معاملة كهذه؟ سأضربها قريبا. أنا موافقة. كيف تتجرؤون؟ نحن أصدقاء. تينا، نحن أسفة جدا، ولكنك رأيت وجههن الحقيقي. لا أصدق ذلك، ربما لن تكن في مزاج جيد، ربما لا تعتقدان ذلك حقا. أشك في ذلك. هل يمكنني الذهاب؟ ليس لدي طاقة لتصوير المقابلة. بالطبع بالطبع. أجل. لا أصدق أنني أقول هذا، ولكن كريس لقد أحسنت. نعم كريس، فعلت كما كان هو مطلوب. لم ترد مرة أخرى. لم أفهم ما الذي يحدث لها. ربما غضبت من تلك المحادثة. ربما، ولكننا لم نتشاجر لدرجة كبيرة كي لا ترد على المكالمات. بالضبط، هذا لا يشبه تينا على الإطلاق. دعيني أحاول الاتصال بها. توقفي عن الاتصال بي، لا أريد أن أسمعكم. مرحبا، هل لي بدقيقة؟ آسفة يا كريس، ولكنني لا أريد رؤية أي أحد الآن. صديقاتي خائنات. هذا الموضوع الذي أريد التحدث عنه مهم جدا. حسنا تفضل. تينا، نحن نفهم أنك تواجهين صعوبات الآن، لقد تشاجرت مع الصديقات جدا، ولكن لدينا خبر جيد لك. واو، وما هو؟ لقد أزهرنا المنتج لقطات معك.
وهو أحبك جدا، وهو يريد إنشاء برنامج خاص بك. ماذا؟ هل تمزح؟ لا. أوهو رائع، سيكون لدي برنامجي الخاص، سأصبح نجمة. بالضبط، تستحقين ذلك. مذهل، الفتيات ستكون سعيدات جدا. بالمناسبة أردنا أن نقول هذا الخبر أمامهن لنرى ردة فعلهن، هل ستكون سعيدة أم لا؟ وستتأكدين ما إذا كانت بينكما صدق أم لا. عظيم، أنا موافقة. عظيم، اذهب واستعد للمقابلة ونحن سنجمع الفتيات. نعم. الآن سيتشاجرن بالتأكيد وسنقوم بتصوير انهيار صداقة إبرهات. حسناً فتيات، نحن سعداء جداً بوجودكم هنا. نعم، أرى هذه السعادة. إيفا، هل هناك ما لا يعجبك؟ نعم، لا يعجبها ولا يعجبنا. أنت لا تلاحظين أبداً من بجانبك. فتيات، دعونا لا نتشاجر لأن لدينا أخبار مذهلة. سيقوم المنتج بتصوير برنامج تينا. تينا سيكون لديها برنامج خاص، أليس هذا رائع؟ ماذا؟ ألستن سعيدات من أجلي على الإطلاق؟ سعيدات؟ لا أرى ذلك، أنتن حقاً تحسدنني. هل أنت مجنونة؟ تتحدثين مع هاتين المخادعتين وتتجاهلين بالأمس، والآن يجب أن نفرح لأن لديك برنامج. نعم. يا لك من أنانية. أنا؟ أنت لا تهتمين بنا على الإطلاق، رغم أننا صديقات منذ سنوات، ولا يهمك أن باربي تسيء إلينا. نعم، ركضت إليهما على الفور وتخليت عنا لأنهما تقدرنني وأنتن غبيات ومجنونات. ماذا؟ أنا اكتفيت. هل جننتي؟ تينا، لقد سألت منكم، أنا أعلن لكن رسميا ليس لدي صديقات أخريات. يكفي يا فتيات، لنرحل. أنا موافقة على توقيع عقد برنامجي الخاص. لماذا تضحكان؟ لا يوجد عقد، لقد خدعناك والجميع. قررنا أن تشارك في البرنامج لكي تتشاجر مع برات وليرى الجميع ذلك. انهارت مجموعة برات وباربي المذهلات. لقد جعلتنا نتشاجر بالخداع. نعرف، كل برنامج عبارة عن خداع. نحن بحاجة إلى الشجارات ومشاكل، ولا أحد يهتم بالمراهقين السعداء. إذن كل برنامجكما كذبة، هل تخدعان الجمهور؟ نعم. كريس، هل صورت كل شيء؟ أجل. ما خطبكن؟ لقد سكبتنا للتو المشروبات على بعضكن البعض. ماذا يحدث؟ كنت أعرف عن خطتكم بالأمس وأقنعت الفتيات بالتمثيل اليوم لكي تكشف وجهكما الحقيقيان أمام الجميع. ماذا؟ كيف عرفتي؟ أخبرتها، كنتما دائما تسخرين مني وبرات زعمنني جيدا، إنهن رائعات، لذا قررت إخبارهن بكل شيء. أيها المخادع، لن يشاهد هذا أحد. هاي، حاولا فقط أن تلمساه. غبيات، سنظل مشهورات دائما. هذه هي باربي الحقيقية، كانت هذه الحلقة الأولى من برنامج كريس، أمل أن يكون قد أعجبكم. يا الهول، أحسنتم براتس بكشفكم باربي. نعم، وكريس أيضا لقد أخبرنا بكل شيء وأصدر برنامج كي نرى كل شيء. نعم، أنا أكره الآن باربي. أمل أن تنتقلا لمدرسة أخرى. وها هي باربي. ماذا؟ ألا يحبكما أحد بعد الآن؟ كل هذا بسببكم، سننتقم منكن. إذا بينا مدرسة أخرى. مرحبا بالجميع. الآن مداولة الفيديو المفضلة لديكم، لقد انتهت هذه الحلقة، لذلك اكتبوا في التعليقات أراءكم. حلقة تينا، ما رأيكم في شخصيات البنات؟ ما رأيكم في هذه الدمى؟ هيا اكتبوا، هل ربما كان لديكم باربي أو براتس في الطفولة؟ وفي أثناء هذا سنجلس هنا ونستمتع لأن الشجار بين الدمى انتهى. من قال أن الأمر انتهى؟
رفاق، لقد قررنا أن نقيم معركة رقص لنقرر من الأروع حقا. بالطبع نحن براتس. نعم. نحن أولا. إذا هيا. ما رأيك في رقصة باربي؟ رائعة جدا. في الواقع عندما كنت طفلة كانت دميتي المفضلة هي باربي وهي وردية. إن كنت تشجعي معنا مع براتس. إلهي أنا أختار براتس. ياي أحسنتما، البراتس أفضل. فتيات هل أنتن مستعدات للرقص؟ سنريهم البراعة. نحن الأروع هنا. ماذا؟ من الأفضل؟ نعم لنفوق التقييم لمتابعينا الأعزاء. اكتبوا في التعليقات من الأفضل لأننا لا نستطيع أن نحدد ذلك. بالطبع براتس أفضل. بالطبع براتس. أنا كنتما سيئتان للغاية. شاهدنا وتعلم. Swim across the ocean to hold on to you. أنا مصدومة. أنا أيضا. هي اللي ننضم كي ننافسهن. معكن يا رفاق. يا رفاق يا متابعين، لقد حدث لدينا شيء غريب جدا، ونطلب منكم أن تكتبوا في التعليقات من رقص بشكل أفضل، باربي أم براتس أو توأمانا. نأمل أنكم اشتقتم إليهم كثيراً لأننا اشتقنا لهم بدورنا. اكتبوا في التعليقات. بالطبع براتس. حسناً يا براتس. نعم براتس. براتس نعم. الجميع رقص بشكل جيد لكن البراتس الأفضل. حسناً يا مشتركون، نحن سعداء جداً لأننا هنا أخيراً والتقينا بالجميع، ونعرض عليكم بل نصر أن تشتركوا في القناة وتضعوا الإعجاب والجرس واكتبوا الكثير الكثير من التعليقات، ونحن في الانتظار. والآن سوف ننتقل إلى أظن أن صديقاتي سيختارن طعامي المفضل. إن كريس ماري يصور ليس نحن. يعني أنت كريس؟ للأسف علينا الذهاب والتصوير في مكان آخر. إلى أين ذهبت فجأة هكذا؟ كيف أستطيع تحمل معاملة كهذه؟ سأضربها هكذا. لا مرة أخرى. لو لم تكشفنا لم نحتاج للتصالح مع باربي. في الواقع مع براد. يجب أن نخبرهما وبعدها الجميع.